لما قال الدكتور لو طلع 6.5 فما فيش نوقف عليه. سمعت خبر شفاء مامتك من كل الأمراض اللي عندها؟ كان استقبلت الخبر إزاي؟ وانت كنت فرحانة وكنت إيه؟ احكي لنا. انا كنت طايره اصلا من الفرح، يعني اول ما سمعت ان انا يعني عانيت كتير، يعني حياتي كلها يعني يعتبر كانت عباره عن ياس واحباط. انا ليه، طب انا ليه يحصل معايا كده؟ ليه اتولد ويكون بابايا ميت؟ ليه انا اعيش وتكون برضو يعني حتى السند ليا يعتبر ماما تكون مليانه بالامراض والتعب على طول؟ بس انا كنت اول ما سمعت الخبر ده فعلا انا كنت مبسوطه خالص، يعني معرفتش اشكر ازاي ان هو فعلا حاسس بيا وبيدور عليا وحاسس بكل حاجه يعني جوايا، يعني عمال يعوض فيا وبيديني وبيفرحني. هللويا لك كل المجد يا بابا، شكرا ليك. طيب في النهضة اللي حصلت في طمع هنا عندكم واتشافت فيها ماما بقوة الروح القدس لما صلى لأخ سعيد، ايه اللي دقتيه في النهضة واللي اتلمست فيه مع الرب في النهضة واللي فرق في حياتك في النهضة دي؟ احكي باستفاضة اكتر. يعني انا قبل النهضة انا مختبرة وكده، ويعني في حياة مع المسيح حلوة، بس برضو يعني في شوية سقطات يعني كده وضعف. لكن اول ما جت النهضة بتاع في كنيسة الرسولية بتما بكانت الاخ سعيد عبده، انا اول يوم هو صلى لي بمسحة الروح القدس كده، انا يعني جيت اطلب، كنت حاسة بسلام بعد المسحة دي، كنت حاسة بسلام كده وامان. بعديها انا طلبت من الرب يسوع، كل يوم كنت في خلوتي بصلي اثناء النهضه، كنت انا في البيت انا بقول له انا عايزه ان الروح القدس، يعني انت بروحك القدوس يا رب يسوع ترشد الاخ سعيد ليا، ان هو يشاور عليا وتديني انت المسحه دي وقوه علشان اتغير فيا وتغير في حياتي وتملاني بالقوه اكتر وتملي بالقوه من روح القدس اكتر والنار. فعلا كان الاخ سعيد يعني لدرجه ان الناس كلها بتسال يا مريم في ايه اللي بيحصل معاها. خدت فتره الاخ سعيد بيشاور لي كل يوم، جيت افهمه يا جماعه على فكره انا يعني انا اللي بطلب من الرب يسوع من ابويا السماوي انا وفي خلوتي في البيت ان الروح القدس يرشد الاخ سعيد ليا، ان هو يديني المسحه دي من الروح القدس عشان امتلي بالقوه. انا كنت محتاجه قوه، انا كنت يأسانه، ويعني في سقطات كثيره لمسه الروح القدس ليا بتقويني وبتشجعني. بس فبقى في يوم الخميس في اول اسبوع في النهضه كان يوم معمودية الروح القدس، ده يعني كان احلى يوم في حياتي اصلا، كان يعتبر بالنسبه لي يوم عيد. انا شاور عليا الاخ سعيد بكرة الروح القدس، فانا كنت قبل ما هو يشاور عليا كنت خلاص في حاله انهيار، يا يسوع انا عايزه اتعمد منك، انا مش همشي غير انا مش همشي غير لما انت تباركني وتديني حاجه. انا هاخد منك النهارده معموديه الروح القدس وهبتدي اتكلم بالسنه، انا عارفه ان انت سامعني وانت حاسس بيا. فضلت اعاني واصرخ كده يعني لدرجه خلاص حسيت صوتي ده بيروح اساسا. يعني اول ما شاور عليا الاخ سعيد بكرة الروح القدس قالت التعمد بروح القدس، قلت انا عايزه اتعمد منك انت يا يسوع. كنت حاسه ان فعلا في نور كده في عينيا، في قوه جايه عليا غير عاديه، مسافه من غير ما يلمسني اصلا كده، من غير اول ما حط ايده كده انا شفت نور كده، مش عارفه ايه اللي حصل. جيت اتكلم فعلا بألسنة كتير، يعني هللويا لك كل المجد، يعني حروف يعني كده وبتزيد معايا سنه بسنه كده بالكلمات، وشويه انا بطلب برضو يعني فيضان اكتر من الروح القدس في حياتي، واني اتكلم ألسن الطلاقه يتفجر فيا كده يا نبيع كده. بس فيعني ده كان اختبار غير عادي. احب برضو اضيف حاجه، انا يعني احب اقول لكل حد يعني محروم من حاجه وحاسس اني بيعاني وبيصرخ لربنا وبيقول له انت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه بتاخد يعني اغلى الناس في حياتي؟ احب اطمنك يا اخويا يا اختي واقول لك يسوع هو الاب، هو الصديق بامانه. كلام عن اختبار، يعني انا احب اشارككم، هو دلوقتي بابايا، انا كنت بصارع معاه وبقول له طب انت ليه بتعمل معايا كده؟ لما كنت اسمع حد بيقول يا بابا لاي حد كان بيحصل جوايا انهيار. طب ليه انا ما احسش بالحاجه دي؟ بس سمعت صوت ربنا ليا يقول لي انتي بنتي، انا عارفه ان هو حاسس بيا وشايلني على كتفه وعلى ايديه الحلوه ونجسني دايما.
هو كان معين ليا في كل لحظة في حياتي بمر بيها. أنا عارفة إن أنت معايا، بس أنا يعني كنت بصارع معاه وبقول يا رب طب أنا آسفة إن أنا بقول لك كده، بس أنا غصب عني أنا لازم أعاتبك عشان أنت بتحبني. ففي الوقت ده من بعد النهضة أو من قبل النهضة برضو، بس من بعد النهضة أكتر، أنا بقيت كل شوية وكل لحظة باخد حضن من أبويا وحبيبي يسوع المسيح. في كل لحظة بحس ان اي حد يعني لا انا عندي احسن اب، بل بامانة بياخدني في حضنه حقيقي حقيقي بامانة تاني. اقول اسمك في المسيح، انا بترمي في حضن يسوع. اثناء ما انا باخد خلوتي في البيت هو بيجي ويقعد معايا ويحكي معايا كلام كل ايمان وثقة، انا بتكلم بامانة. فعلا دوقني اللي احلى من اي اب ارضي. يمكن بابايا الارضي ما كانش يعمل معايا كده، ده اكيد يعني ما كانش يعمل معايا كده، لكن هو عوضني. هو احلى اب، هو احلى بابا واغلى بابا في حياتي. احب اشجعكم ان كل حد فقد حد غالي عليه في حياته، يسوع بيعوض، يسوع بيشفي الجروح، يسوع دايما معاكم. اي حد يعني تعالوا كده اصرخوا ليسوع، هو حاسس بيكم، هو يعني بأمانة هيعودكم فعلا. بس خدوا منه بإيمان وامسكوا فيه وما تيأسوش، ما حدش ييأس. أنا ماما دي أنا كان إبليس بيحاربني أثناء امتحاناتي في ثانوية عامة، ليلة امتحاناتي بأمانة كنت بلاقي ماما أغمى عليها من غيبوبة سكر وتعبانة. طب أنا يا رب طب يعني كمان يعني أذاكر إزاي؟ طيب أنا صبح عليا امتحان أنا مش عارف أذاكر، رحت امتحان أنا ما مذاكراش أصلا، ماما طول اليوم يغمى عليها كل شويه غيبوبه سكر، وكان السكر عالي خالص يعني ساعات بيوصل 400 و500. يعني انا اول ما رحت الامتحان ففعلا قلت له يا رب انت هتسيبني يعني برضو ماما تعبانه في البيت وكمان انا ما ذاكرتش وانت هتسيبني في الامتحان؟ بس لقيت ان فعلا ربنا بيعوض كتير وبجيب اعلى تقديرات واعلى درجات في الامتحانات، وبرضو جبت مجموع حلو ثانوي عام. اشكر رب يسوع، فعلا اشكر رب يسوع من اجل ماما. يعني هي عوضتني كتير من بعد الرب يسوع طبعا، يعني ادتني يعني عماله تعودني بالحنان ومش عايزه تحسسني اني انا محرومه من حاجه. انا فعلا مش محرومه، انا عندي احلى بابا وعندي احلى ماما وعندي اخويا وعندي عيله كبيره كده حلوه برب يسوع المسيح. انا يعني مش عارفه اتكلم اقول ايه، بس فعلا دي معجزه عظيمه يعني ان احنا نشهد بيها طول حياتنا، يعني عن تعويضه عن حنان فقدان الاب ليا، عن تعويضه ليا ان هو يكون بابا، عن شفائه لماما. انا كنت خلاص يأسانة، انا قلت خلاص ما فيش امل، خلاص ماما السكر والضغط دول ما بيمشوش من الانسان، وكل شوية ابليس بيجي ويهاجمني لا خلاص ما فيش. بصي كل شوية كل يوم اغمى عليها بغيبوبة سكر، كل شوية يعني كل شوية تعب اكتر وتعب جديد، شويه خشونه في الركبه، شويه حمى، شويه ضغط، شويه سكر، معده. يعني كانت حالتنا مرار، حياتنا قبل النهضه وقبل التغيير ده والمعجزه العظيمه دي كانت مرار واحباط والم وتعب وياس. اول ما سمعت خبر شفا ماما والمعجزه العظيمه دي انا كنت طايره من الفرحه كده، وبقيت يعني بامانه بقيت اتنطط كده في البيت وانزل واسجد كده رب يسوع، اقول انا بحبك يا بابا، شكرا لك. وهو عمال يحضن فيا بامانه تاني، بيحضن فيا فعلا، انا في حضنه دايما. يعني هو فعلا عوضني كتير. انا بشكرك يا رب يسوع. انا احب اشجعكم واختم كلامي، محدش ييأس، لينا رجاء في المسيح في كل لحظه وفي كل وقت. هو فاتح احضانه لينا ودايما معانا وعينه علينا. والناس البعيدة واللي يأسانة من حياتها واللي يعني فقد الأمل وإن هي بتعمل خطايا كتير، لا، يسوع بيحبك، يسوع بينادي عليك، تعالى تعالى ودوق حلاوته، تعالى قول له يعني أنا ليا رجاء فيك، أنا عندي إيمان إن أنت يعني هتشفيني، وعندي إيمان إنك هتشيل مني المرض، هتشيل مني الخطية، هتشيل مني الضعف. هو فعلا يقدر يعمل كده، يسوع قادر على كل شيء. أمين. بابا السماوي بابا يسوع حبيبي، هو دايما معايا وبيشجعني وبيقويني واداني الفرح العظيم بمعمودية الروح القدس بالتكلم بالألسنة، واداني الفرح الأكثر بشفاء ماما حبيبتي، ربنا يخليها لي يا رب. شكرا بقى.